قوية مثابرة وحمولة، صغيرة تناضل، شابة تكافح، ومسنة تقاوم. إنها المرأة الفلسطينية، تلك الباسلة التي ترعى أطفالاً وتؤازر رجالاً وتقاوم احتلالاً، لا تخشى رصاص العدو ولا تتنازل عن قضيتها أمام حصاره. وإن باتت الأوضاع الإنسانية شبه مستحيلة منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي تزامن مع حصار غير مسبوق منع عن سكانه الاحتياجات الإنسانية، أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن بالغ قلقها على حياة النساء والفتيات مع استمرار التصعيد في القطاع، مؤكدة أن ما يحدث هو أزمة عميقة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. الهيئة الأممية أوضحت أيضاً أن النساء الموجودات على الأرض في غزة، التي شاركن في قيادة العمل الإنساني، يجدن أنفسهن الآن يتلقين ذلك العمل الإنساني في ظل ارتفاع مؤشر الشهيدات والجرحى منذ بدء العدوان، بالتزامن مع نزوح أكثر من 50,000 امرأة وفتاة من بيوتهن في غزة، وذلك بالإضافة إلى أنه أصبح هناك قرابة 1,000 أسرة جديدة تعيلها نساء بعد مقتل أزواجهن. الأرقام السلبية المرتفعة عن النساء في غزة تزامنت مع تحذيرات أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان من وجود 540,000 امرأة في سن الإنجاب في غزة، بينهن ما يقرب من 50,000 امرأة حامل حالياً، ومن المرجح أن تلد أكثر من 5,500 امرأة في الشهر المقبل فقط، ما يتطلب خدمات ورعاية صحية بالغة الأهمية على صحتها وصحة أطفالها. من جانبهن، تواجه النساء والفتيات التي يلتمسن اللجوء في مراكز الإيواء المكتظة التي تفتقر إلى الإمدادات الأساسية مخاطر حماية متزايدة، حيث تخشى 98% من النساء على سلامتهن الصحية. الخيمة بالنهار شوب بعز الشمس، الحشرات، الدبان، يعني فيش، مش قادرين نوفر، مش قادرين إيش نعمل بالوضع اللي إحنا فيه. بالليل برد، ما بنلاقيش أغطية تكفي للكل، الرمل تحتنا، الأولاد كله أمراض، صرنا اللي بكح، اللي بيسعل، اللي ساخن بالليل، يعني مش قادرين. يعني وين حقوق أطفالنا؟ وين حقوق الإنسان؟ ورغم المعاناة غير المسبوقة التي تتعرض لها النساء وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، إلا أن الصمود الذي يجرى في دمائهن يعلم العالم معنى الصمود في مواجهة المحتل. إحنا حالياً لو بده يصير إيش ما يصير مش هنهاجر، لأنه ليش إحنا هايهم بخبطوا فينا وهذا، لكن إحنا مش هنطلع من دورنا ولا نهاجر. وين بدنا نروح نهاجر؟ مش ضايل إشي. وقت مظلم ووضع إنساني في غاية الصعوبة تعيشه المرأة في غزة لقرابة 3 أسابيع متواصلة جراء العدوان الإسرائيلي، ومع ذلك لا تزال المرأة الفلسطينية ضلع أساسي في صد العدوان الإسرائيلي.